يا رب. سؤالنا كان ان النهارده ليه اختفى الحياء من صفاتنا الشخصيه. بعض الناس بتقول عدم وجود قدوه في الحياه، عدم وجود باقه امل لبكره، عدم وجود احترام الاخر للاخر، عدم وجود انسان يحترم ويعترف باخطائه. والبعض بيقول احنا بعدنا قوي عن ربنا سبحانه وتعالى، وناس تانية بتقول انه احنا بعدنا عن كتاب الله، واحنا اخلاقياتنا زمان كانت مختلفة تماما وتربينا بشكل مختلف تماما. احنا بنربي دلوقتي كويس لكن الاولاد بقى عندهم جراءة في الردود وفي ان هم يقولوا رأيهم، وده بعد تماما عن فكرة الحياة. ناس بتقول انعدام الاخلاق، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. يعني انا في بعتبر ان معظم اللي اتقال ده داخل هو نتائج غياب الحياء، اه يعني نتائج غياب الحياء.